مساكم الله بالخير مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم الرياضي اليومي غرفة 11، معكم أنا ثامر الحميد، ومن الإعداد الزميل عثمان صولي. رحب فيكم وذكركم بأرقام التواصل اللي حاب يتواصل معنا في برنامج اليوم على STC 8-3-4-8 STC 8-4-4-4-8 موبايلي 630-590 موبايلي 630-590 زين 7-3-22-22. اليوم في برنامج الجولة تكلمنا على موضوع الهلال ولجنة أو اللجنة القانونية وموضوع شكوى نادي الهلال. وعلى خلفية هذا الموضوع كان في خبر خاص في برنامج الجولة اليوم، أن تلقى الاتحاد السعودي لكرة القدم من الأمانة العامة في الاتحاد الآسيوي ردا على خطابه بشأن أحداث جماهير الهلال واستقلال الإيراني ضد الهلال في طهران. يتضمن خطاب الاتحاد الآسيوي أن نادي الهلال لم يتقدم بخطاب احتجاج رسمي بعد نهاية المباراة مباشرة وفق الأحداث الجماهيرية التي ذكرت في خطاب الاتحاد السعودي، كما أن مراقب المباراة لم يقدم أدلة مصورة سواء كانت فوتوغرافية أو تلفزيونية تثبت الأحداث. وعلى خلفية هذا الموضوع طبعا يعني كنا نستفسر اليوم يعني وش الفرق بين اللجنة القانونية أو لجنة الانضباط أو غيرها، وبالتواصل مع الدكتور حميد الشيباني نائب رئيس لجنة الانضباط الآسيوية قال أن في البداية ترفع الأمور للجنة القانونية، واللجنة القانونية هي اللي تحولها إلى لجنة الانضباط. هذا طبعا الخبر اللي قالنا إياه حميد الشيباني. والخبر الخاص أيضا فينا في برنامج غرفة 11 الآن أنه ستعقد لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي اجتماعها القادم، راح يكون يوم الثلاثاء 14 مي الشهر المقبل، وستبت في الاحتجاج المقدم من نادي الهلال ضد أحداث مباراة الاستقلال الماضية في حال تم تحويل الموضوع لها من اللجنة القانونية في الاتحاد الآسيوي. يعني ممكن اللجنة القانونية تحول لها الموضوع ممكن لا، بس حسب الأخبار اللي احنا قلناها اليوم كان في تلميح أنه كان في تأخير من نادي الهلال ومن الاتحاد السعودي وتحديدا من الأمانة العامة، أنه ما طلع لهم يعني الهلال ما قدم مباشرة إلى مراقب المباراة الاحتجاج بشكل رسمي وحتى بخطاب وقت المباراة، يعني ما أثبت الحالة بعد نهاية المباراة مباشرة. هذا كان رد الأمانة العامة في الاتحاد الآسيوي على الأمانة العامة في الاتحاد السعودي. الآن إذا كان رأت اللجنة القانونية تحويل الموضوع إلى لجنة الانضباط ساعة وعشرين دقيقة على الهواء، اللي هو طبعا أنتم عارفين أن نادي النصر استأنف في موضوعه ضد لاعبين نجران اللي طبعا كان فيه رفض الاحتجاج من لجنة الانضباط فيما يخص هذا الموضوع. استأنف نادي النصر، الآن لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم قبلت احتجاج نادي النصر شكلا فقط ورفضت موضوعا، يعني الاستئناف رفض. وفيما يخص أيضا لجنة الاستئناف كان في استئناف من نادي الهلال على موضوع بدل تدريب شافي الدوسري لأنه رفض من الاتحاد السعودي وتحديدا لجنة الاحتراف. استأنف نادي الهلال في هذا الموضوع، تم قبوله شكلا ورفضه موضوعا، يعني رفض استئناف الهلال فيما يخص حصوله على بدل تدريب في انتقال شافي الدوسري من نادي الهلال إلى نادي الاتحاد. نادي الاتحاد وما يعيش نادي الاتحاد من يعني خلينا نقول مطبات، سواء على مستوى اللاعبين، على مستوى الأجهزة الإدارية، على مستوى الأجهزة الفنية، على مستوى الديون، على جميع المستويات. نادي الاتحاد يمر بمرحلة صعبة جدا، وشفناها في كثير من الحديث على مستوى أعضاء الشرف أو حتى أعضاء مجلس الإدارة أو كثير من المهاترات اللي تشهدها إدارة نادي الاتحاد أو المطالبات المالية سواء من لاعبين محليين أو حتى من لاعبين أجانب. في هذه اللحظات ينضم لي عضو شرف نادي الاتحاد اللواء إبراهيم عسيري. حياك الله معنا. اهلا وسهلا، اسعد الله مساءكم جميعا انت والمستمعين الكرام. حياك الله اللواء إبراهيم عسيري، وسعداء بتواجدك معنا في برنامج غرفة 11 على اذاعه مكس اف ام. شكرا شكرا اللواء إبراهيم. الان يعني الكثير يتبادر لذهن جمهور الاتحاد ما يدرون وين الحقيقه يعني بالضبط. شوي ممكن يطلع عضو شرف في نادي الاتحاد يقول لك لا من المفترض أن ندعم الإدارة الحالية حتى لو كانت لها أخطائها، في المقابل ممكن يطلع عضو شرف ثاني
ويقول لك لا يعني هذه سقطات في تاريخ نادي الاتحاد ما تفعله هذه الإدارة. جمهور نادي الاتحاد أصبح في حيرة من أمره، أنت مع هذا الصوت أو هذاك؟ والله عزيزي، أولا إدارة نادي الاتحاد الآن يجب أن نقف معها بكل موتنا من قوة، يجب أن ندعمها، ندعمها بالفكر وندعمها بالمادة أيضا. مهما كان في هناك يعني خلافات أو اختلافات أو يعني تقريبا في وجهات النظر أو في الأشياء اللي بتحدث، فيجب ألا يمنع مثلا المحبين لهذا الكيان من تقديم العون لنادي الاتحاد وإدارة المسؤولة عنه في هذا الوقت الآن. التباكي على سكب اللبن خلاص انتهى، يعني الموضوع العملية الشيء اللي فات فات وانتهى. يجب أن نكون يعني أمناء وصادقين مع هذا الكيان، وأنا أعتقد أن الإدارة الموجودة الآن إنها بتأدي يعني دور كبير جدا رغم اختلافنا مع الإدارة، لأنه يعني في الجوهر يجب أن نكون يد واحدة مع هذه الإدارة وأن نقومها وأن نسند إليها يعني الأمانة اللي توخيناها فيها، وأن نكون خير داعمين لها فكريا وماديا. طيب لو إبراهيم، يعني أنت الآن تقول رغم اختلافك مع الإدارة، يعني حتى لو كان في دعم الفترة القادمة، بس ليش أنت مختلف مع إدارة نادي الاتحاد؟ والله يا أخي حتى الأسرة وهي أسرة في البيت، صحيح طبعا يعني تقريبا اختلافات في وجهات النظر، بس تكونوا يعني شفافين يعني مع الجمهور، يعني الجمهور بطبيعة الحال إحنا شفافين مع الكل. يعني الاختلاف معك في وجهة النظر هذا لا يعني أنك أنت يعني مبتعد عن النادي، أو أنك أنت يعني تحط الإدارة ذي نصب عينك في سبيل أنك أنت تحاول تسقطها أو تحاول مثلا كثير الجماهير ضده، لا إطلاقا أبدا. طيب لو إبراهيم عسيري عضو شرف نادي الاتحاد، لماذا لم يساهم أعضاء الشرف وأنت واحد منهم في حل المشاكل المالية في نادي الاتحاد؟ والله عزيزي، أولا يعني تقريبا أنت ما تقدر يعني تقول على كل أعضاء الشرف هذا الكلام، ما ينطبق عليهم كلهم إطلاقا أبدا. كثير منهم اللي دعموا، أنا أحد الداعمين ودعمي بيعرفوا يعني القريبين من إدارة نادي الاتحاد، سواء إدارة الاتحاد الحالية الآن أو الإدارات السابقة. بس حنا نخص إبراهيم، حنا نخص بالذكر الإدارة الحالية، لأن أنت عارف ما تشهده خزينة نادي الاتحاد أو المشاكل المالية اللي شهدها نادي الاتحاد في هذه الفترة. يعني أنت في الحقيقة يعني ما تقدر أولا القيام مع القدرة بالنسبة لأعضاء الشرف، البعض منهم عنده إمكانية في أنه يقدم العون، ولكن عنده سؤال يعني، وسؤاله هذا يعني تقريبا يعني يخصه هو تماما. السؤال اللي بيسأله هل يا ترى العون أو الدعم أو كذا 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 إيش هيكون مثلا يعني تحديده في الخطة أو في التنظيم أو في الدفع أو كذا كذا إلى آخره. وهذه أشياء بسيطة جدا يعني ممكن يتفقوا عليها، وممكن يكون الدفع في أي وقت. والبعض الآخر يعني يعني يرى أنه يعني تقريبا أنه ما قدمت الإدارة لا يأتي بالغرض المطلوب، فلهذا يتوقف عن الدعم. والبعض الآخر بيقول أنا خليني مهما كان الدعم للكيان ما هو الإدارة نفسها، وخلينا نشوف يعني إن شاء الله القادم أحلى. لكن أنت ما تقدر يعني تعمم الأمر على الجميع، على جميع أعضاء الشرف. طب أنت ذكرت أكثر من توجه لبعض أعضاء الشرف، سواء في توقف عن الدعم أو أنه الدعم أو يعني البعض له توجه خاص، أنت مع أي توجه فيهم من أعضاء الشرف؟ والله أبدا، أنا يعني في الحقيقة دائما أيد الإدارة الموجودة، ولازم أنا أدعم الإدارة الموجودة، وإذا كان في عندي وجهة نظر أنا أنقلها بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر، ولا أنتظر يعني مثلا إيش حيصير أو كذا كذا إلى آخره. يعني لازم نكون يعني جادين، والعمل زي هذا يحتاج إلى سرعة ويحتاج إلى تفاني يعني من قبل عضو الشرف. طيب لو إبراهيم عسيري، أنت في وقت سابق يعني في أحد الحوارات لك طالبت إدارة محمد فايز الإدارة الحالية بالرحيل، وكان حسب كلامك أنها تفقد شخصية القيادة واتخاذ القرارات الصارمة. الآن أقوى قرار يمكن في تاريخ نادي الاتحاد هو إبعاد محمد نور، إيش رأيك؟ والله هذا صحيح، أو فعلا أنا طالبت قبل كذا، ولكن القرار هذا قرار جريء وقرار شجاع. ويعني أنت عارف يعني إحنا خلينا نتكلم بكل صراحة، العملية إنه طبعا إحنا الآن يجب أن تكون الإدارة بعيد عن صراعات الإعلام، وبرضو كمان يجب على الإعلاميين إنه يتوخوا الحقيقة والتعامل ما يحدث بصدق وأمانة، الشيء اللي يرضي فيه ضمائر الجميع يعني. فبطبيعة الحال أوضاع النادي
بمشيئة الحياة القيوم هي تسير في الطريق الصحيح. وإحنا كنا يعني كل الهم كله على إحلال اللاعبين الشباب مكان اللاعبين اللي مثلا قدموا لو إبراهيم يعني شلون تسير في الطريق الصحيح؟ يعني الديون متراكمة، إبعاد لاعبين، الجمهور يثور على النادي ونشوف بعض التجمهر اثنان في داخل النادي وعند بوابات الإدارة والتكسير، ونشوف حتى وضع الفريق الآن لا يليق بنادي الاتحاد بالمركز السابع والثامن في دوري زين. كيف يصير بالطريق الصحيح؟ شوف يا عزيزي، أول حاجة أنا أعتقد أن الإدارة أي إدارة كانت يعني هي لما تضحي بوقتها وبوقت أسرتها بوقت يعني أشغالها الخاصة وكذا وكذا إلى آخره، يعني النية الحسنة موجودة والنية الصالحة هذا واجب موجودة. عليها لو إبراهيم. نعم هذا الكلام يعني اللي أنا أقوله. وفي طبيعة الحال ما في إدارة من الإدارات مستحيل إطلاقا من أي إدارة أو إدارة في أي نادي حتى لو نادي أوروبي أو نادي عالمي عنده المشاكل وعنده الـ يعني تقريبا التخطيط والتنظيم يجب أن يشوفوا شيء من الخلل يعني. هذا شيء معروف. بس هذا مو باي خلل يا لو إبراهيم. لا 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 لا. يعني إحنا اتفقنا إحنا نكون شفافين مع الجمهور. شفافين. لا بكل أمانة. يعني هل هذا وضع نادي الاتحاد؟ يعني الأخطاء موجودة وإذا ما في خطأ ما في عمل أصلاً. أنا فاهم أنت وش تقصد، لكن أنا أتكلم أن هل نادي الاتحاد وصل لمرحلة من هذه الديون وهذه الاعتراضات من قبل اللاعبين والامتناع عن حضور معسكرات والامتناع في بعض الأحيان عن حضور مباريات، هل هذه بعض أخطاء تشوبها أنت تقللها بهذا الشكل؟ عزيزي اولا طالما النية حسنة طالما هم الان قادرين ان شاء الله ما راح ندخل في النوايا ان شاء الله. طيب لحظة انا ما قلنا نحن ضد انهم ضد نادي الاتحاد. انا معك انت لا تدخل فيها يمين الله يرضى. لا تفضل بس على اساس ان انا اتكلم معك بكل صدق وبكل امانة. أي. الادارة الان يعني قادرة على قيادة نادي الاتحاد الى بر الامان، واحنا هذا لاحظناه وتابعناه وشفناه على الرغم قلت لك من بعض الخلافات الموجودة اللي بيننا وبين الادارة نفسها، لكن هذا لا يعني انه احنا نصادر كل جهدهم ابدا. هم بيبذلوا جهود كبيره جدا وانت شايف الاشياء اللي يعملوها، يعني هم ساعين بكل جهد على ان يعني يوفوا بكل ما يعني تحملوه من مسؤوليه. وعمليه الاخطاء موجوده، ما قلنا لك ما في اخطاء، لكن هذا لا يعني انه احنا نسرخهم من جلدهم على طول ونقول لهم يلا خلاص توكلوا على الله. وهم طالما هم قادرين على انهم يحلوا الامور هذه فهم بصراحة يعني لا يمكن بحمد الحال أن يقول لك أنا أمسك الباب وأتوكل على الله. طيب لو إبراهيم عسيري رأيك في عضو شرف الداعم نادي الاتحاد الأستاذ منصور البلوي؟ أولا بالنسبة للأخ منصور أحد رجال الاتحاد المخلصين اللي كان له دور كبير في تاريخ الاتحاد، هذا ما ينكره إلا جاهد. يعني إنسان علامة بارزة في تاريخ نادي الاتحاد. طيب الأمس في حواره مع طبعا زميل ويد الفراج قال أن أول قرار يتخذه لو أن الرئيس إدارة لنادي الاتحاد الآن أن يستقيل، وأنت الآن تقول أن إدارة نادي الاتحاد تسير بشكل صحيح. شوف أنا أقول لك أولا دائما احتمالات الإجابة على أي سؤال لم تكن أنت صاحب الحديث، لم أكن أنا منصور اللي بتسأل. أنا أقول لك رأي الآن لأنك ما في اختلافات في أعضاء الشرف. دائما احتمالات الإجابة على أي سؤال ما لم أكن أنا صاحب الحديث فالإجابة راح تكون مبتورة، يعني ما راح تكون حقيقة جدا يعني أبدا. وهذا يخص الأخ منصور بأنه يطلب مثلا من الإدارة أنها تستقيل. أنا يعني تقريبا دائما عادة في شيء اسمه الإصلاح. إصلاح مثلا إدارة، إصلاح مؤسسة، إصلاح شركة، إصلاح 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 إلى آخره. أنت إذا وجدت أنه عندك أنت 100% لازم الإدارة دي تستقيل وتمشي، يجب أن تشوف يعني تقريبا إيش ردة الفعل الموجودة وإيش التبعات اللي تتبع هذا القرار نفسه. الإدارة الآن يعني تقريبا التوقيت غير مناسب لتقديم استقالتها. عندها فرصة حتى انتهاء الموسم. طيب لو إبراهيم أنا ماني بقاعد أحاسبك على اللي قاله أبو ثامر، أنا قاعد أسألك في رأيك. رأيي اللي هو عليه اللي قاله أنه الآن تستقيل إدارة نادي الاتحاد وهو مكانها، أنت رأيك في هذا الموضوع؟ أنا رأيي أنه الإدارة تبقى حتى نهاية الموسم، يعني مو اختلف مع أبو ثامر في هذا الموضوع. نعم 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 بطبيعة الحال، يعني تشوف أن إدارة نادي الاتحاد أنها تستمر. نعم تستمر حتى نهاية الموسم، وبعد كده حتى يعني حيكون في جمعية عمومية وحيكون في حسابات بطبيعة الحال،
والكل يقبل هذا إلى نهاية الموسم، ولا تقصد نهاية فترة الرئاسة لمحمد فايز الأربع سنوات؟ لا 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 لا، نهاية الموسم. نهاية الموسم حيكون فيه بطبيعة الجمعية عمومية، وحيكون فيه بطبيعة الحال يعني تقريبا ترتيب معين للإنجازات أو عدم الإنجازات أو المشاكل أو الحلول المتوقعة لهذه المشاكل. طيب تبقى معنا اللو إبراهيم عسير، بنطلع الفاصل القصير ونرجع مرة ثانية في برنامج غرفة 11. نذكر بأرقام التواصل STC 8-348 موبايلي 630-590 زين 732-22. تربع ريال مدريد الإسباني على صدارة ترتيب أغنى الأندية في العالم على حساب مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك بحسب تقرير نشرت مجلة فرنسية. واحتل يونايتد المركز الأول على لائحة أغنى الأندية الكروية منذ أن طبعا بدأت المجلة في نشر لائحتها عام 2004، لكنه تنازل عن الصدارة في التقرير الأخير لمصلحة ريال مدريد الذي يتقدم على غريمه المحلي برشلونة صاحب المركز الثالث أمام أرسنال الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني. وقدرت قيمة ريال مدريد ب 15.2 مليار جنيه استرليني، أي ما يعادل 3.3 مليار دولار، ما يجعله أغنى نادي رياضي ليس كروي وحسب في العالم. يعني أغنى نادي في العالم، مو بس أغنى فريق، ريال مدريد. على خلفية طبعا موضوع إن شاء الله يوم السبت، لأن الوقت الآن ما رح يسعفنا فيما يختص موضوع اللي هو الاستئناف نادي الهلال ورفض الاستئناف على خلفية بدء تدريب شاف الدوسري. إن شاء الله يوم السبت راح ناخذه ونسترسل فيه بشكل كبير، لأنه واضح أنه في مداخل ومخارج كثير. نرجع مرة ثانية مع عضو شرف نادي الاتحاد اللي هو إبراهيم عسيري، حياك الله معنا. هلا والله اللي هو إبراهيم، أنت تكلمت أنه نهاية الموسم هذا ممكن يكون في انعقاد الجمعية العمومية في نادي الاتحاد. نعم. مع أنه المتعارف عليه أنه إدارة محمد فايز هذه ليست إدارة مكلفة، موسم واحد هي أربع سنوات أخوي، هذا معروف. لكن بطبيعة الحال الجمعية العمومية تنعقد علشان تشوف إيش قدمت إدارة نادي الاتحاد خلال هذا الموسم. انعقاد جمعية عمومية اللي تشوف إدارة نادي الاتحاد، أو مثلا ممكن يكون في التصويت أو ترشيح مثلا إدارة أخرى؟ غير ترشيح وغير كذا أبدا. إحنا هنشوف إيش اللي تم، أو اجتماع أعضاء شرف تقصد؟ نعم، إيش اللي تم بالضبط يعني عمله خلال الموسم الإدارة. اجتماع شرفي. نعم. طيب الآن لو إبراهيم، إدارة نادي الاتحاد لو وجدت قرار بيع بعض اللاعبين المحليين حل للخروج من الأزمة المالية، تتفق معهم في بيع بعض اللاعبين أو تختلف؟ هذا المحور إلى محور اللاعب نور. طبعا بطبيعة الحال إحنا لازم نتكلم عن هذا الموضوع بكل صراحة. يعني أول حاجة إحنا لازم نقول إنه للأسف الشديد تعاطى الإعلام في قضية نور وكأنها قضية العصر. إحنا لما نتكلم عن لعيبة مثلا يبغى يعرضهم للبيع للإدارة، فنور أحد لاعب الاتحاد، هم تحت مظلة بطبيعة الحال أنظمة وقوانين تتعامل معها إدارة الاتحاد بما يكفل تصحيح الأوضاع في النادي. فإذا كان في أحد اللاعبين يعني مثلا مفترض إنه يعني تقريبا نور ورفاقه اللي طالهم القرار قدموا كل اللي عندهم، عشان كذا لازم يتركوا المجال للشباب. وعلى فكرة نادي الاتحاد للأسف الشديد هو النادي الوحيد اللي ما يستفيد من شبابه. كم من اللاعبين الشباب اعتزلوا قبل ما يمثلوا الفريق الأول. ففي هذا الحال الآن إذا كان نادي الاتحاد هيعرض لاعبين مثلا ممن يعني قدموا يعني جهد كبير جدا خلال السنوات الماضية، ويشوف النادي أنه ما راح يقدر يقدموا أكثر من كذا، وأنه الشباب الآن في الإهلال حيقوموا باللازم، ما في مانع إطلاق أبدا، خليهم يستفيدوا منهم. وفي نفس توقيت القرار هذا اللي هو إبراهيم، والله يشوف الاعتراض الجمهور، وانت عارف على أساس لأن الجمهور نادي الاتحاد هو قود النادي في الأول والأخير، كان اعتراض الجماهير كثيرة ووسط الرياضي داخل نادي الاتحاد عموما، حتى المحبين للكابتن محمد نور وبعض النجوم اللي يعتبرون الجيل الذهبي داخل نادي الاتحاد من اللاعبين، أتكلم مثل تكر ومنتشري، كان الكثير يعترض على موضوع مسألة التوقيت. ليش ما انتظرت إدارة نادي الاتحاد؟ الكثير من جمهور نادي الاتحاد ما يعترض على موضوع الإحلال، لكن يعترضون على التوقيت، اعتبروها يعني مثل ما تقول كأنها إهانة أو طردة للنجوم قدموا الكثير في تاريخ نادي الاتحاد. شوف أنا تقريبا معك في هذا بتحديد يعني التوقيت يعني نفسه، أنا أتفق معك، لكن العملية أنه نور ومجموعة اللي طالهم طبع القرار لا ننسى أنهم علامة بارزة في تاريخ الاتحاد. قدموا كل اللي عندهم،
وفي نفس الوقت الإدارة يعني ذكرت هذا في القرار، ومن ثم اتخاذه في أول الموسم أو اتخاذه في وسط الموسم أو في نهاية الموسم، في النهاية يعني الخراج حيأتي الاتحاد مهما كان، يعني العملية منتهية ما فيها أبد، ولازم نعرف أن الكل بداية نهاية مهما كان. لما رأت إدارة نادي الاتحاد الاستغناء عن هذه المجموعة وشكرهم وتقديرهم خلاص، يعني تقريبا أنا أشوف أنه قرار صائب، علشان الشباب اللي قلت لك يعني في عندنا إحنا تقريبا أنت عارف شقيقنا النادي الأهلي يعتبر النادي المثالي الأول في الاستفادة من فئة الشباب والاعتماد عليهم، وأنت تشوف الآن الأهلي في أوج مجده يعني نتيجة اهتمامه الشباب النادي. إحنا زي ما قلت لك في البداية أنه للأسف الشديد إحنا النادي الوحيد اللي إحنا الشباب عندما يعتزلون قبل ما يمثل الفريق الأول، يجب أن نكون يعني شجعان ونتخذ القرار بكل جراءة، والجماهير يجب أن تقتنع بما يعني اتخذت الإدارة. الإدارة اتخذت والله قرار جريء وقرار شجاع، وحتشوفوا نتيجته يعني أنت شفت نتيجته في سياسة يعني أنت مع سياسة الإحلال الوضع. طبيعة الحال يا أخي إلى متى يعني مهما كان. طيب الإحلال يكون على محمد نور فقط؟ لا إطلاقا أبدا، هيشمل كثير. طيب كيف اللي شفنا اللي في اليومين الماضية أن مثلا نايف هزازي يقول أنه أخوي إبراهيم راجع فيما تبقى من الموسم، ونشوف أنه طلعت بعض الأخبار أنه طلب إدارة نادي الاتحاد من حمد المنتشري العودة إلى التمارين، يعني وش تفهم من هذه القرارات؟ شوف حبيبي، أولا إن كان هذا الكلام صحيح تعتبر طامة وتعتبر مصيبة مصيبة، ونعرف أنه وراء الأكمة ما وراءها إن كان هذا الكلام صحيح، ولكن ما أعتقد أن الإدارة يعني يعني وتتوقع لاعب داخل نادي الاتحاد بحجم نايف هزازي مسمى ما نحبه ولا تحبه. لا أنت خليك صريح، لو إبراهيم يعني خليك يعني صريح، الجمهور تعود معك الصراحة. الصراحة يعني الإدارة معناته أنها غبية جدا إذا اتخذت هذا القرار. إذا يعني صعب فلان وعلان وعلان بكل أمانة يعني بإجراء لا يقبله أبدا، أي حتى الرياضي اللي ما هو مهتم موضوع الاتحاد ما يقبل الأشياء زي كده. طيب لو إبراهيم يعني تتوقع أنه لاعب بحجم نايف هزازي داخل نادي الاتحاد، معقول أنه هو يصرح برجعة خوفي فيما تبقى من الموسم وما في شيء بهذا الخصوص؟ أنا رأيي أستاذ ثامر أنه هذا السؤال كبير في مسماه يعني كبير، هذا سؤال كبير جدا، المفروض أنك أنت تسأل الإدارة علشان أنت تشبع يعني رغبات جماهيرك الموجودة اللي تسمعك الآن على الإذاعة. بس أنت تعرف أنت عاد دائم عندنا إدارات الأندية وأنت عضو شرف وعارف دائم إدارات نفي يعني. لا أنا ما يعنيني هذا الكلام، هو لو نفى هذا الكلام يتحمل مسؤوليته أمام يعني تقريبا الجماهير، والتاريخ لا يغفل، كل ما قلته من حرف راح يسجل عليك. طيب موضوع الشاورما مع إدارة نادي الاتحاد إيش رأيك فيه؟ والله يا أخي هذا الموضوع خليه انتهى، إحنا خلينا نشوف اللي قدام الآن، خلينا ننتظر يعني خلينا بلاش دائما نقول القادم أحلى. يعني إحنا يعني أحيانا الإعلام بيتعاطى في بعض الأشياء يعني أكثر من اللازم حتى يصبح يعني ممل يعني في موضوع زي هذا. خلاص خلينا نشوف موضوع آخر غير موضوع الحاجات اللي زي كذا، وربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله يهديهم ويوفقهم ونكون معهم. ودائما يعني بكل أمانة أنا في حاجة ملاحظة حقولها هنا بالنسبة للإدارات، الإدارة دائما يجب أن تنأى بنفسها بعيد عن صراعات الإعلام، يجب وكمان الإعلاميين أنهم لازم يكونوا أمناء يا أخي، يتعاملوا ما يحدث بأمانة، لازم الرعي ضمائرنا إحنا، لازم أنت عارف أنه الإعلام يتمنى أن يكون في عيون الجماهير مؤسسة ترعى مصلحة الرياضة ككل يعني لتنبثق مصلحة الرياضة مصلحة الوطن، وإحنا دائما في النهاية نقول مفهوم أخلاقيات رياضية صحيح. يعني بعض الأشياء اللي حتى ما منها فائدة إطلاقا يعني إحنا مهما ذكرنا حكاية الشاورما، مهما ذكرنا عن نور، مهما ذكرنا عن فلان وعلان، في النهاية خلاص انتهى الموضوع. لا بس هي في أشياء كذا لو إبراهيم، يعني أنت عارف الجماهير والمدرج ما ينسى، يعني الاتحادين يقول لك أنا وش ذنبي الآن مثلا يقول لك والله فريق الشاورما جمهور يعني هذه تسبب حزازيات كثيرة ما يعرف قيمتها للجمهور. هذه أنا أعتبرها سقطات أو غلطات أو يعني تقريبا قرار كذا جاء بدون ترتيب من اللي قال هذا الكلام. طيب. وأنا متأكد 100% أنه ندمان أشد الندم، وأنه يتمنى لو أنه ما قال هذا الكلام، وإحنا لازم نعطيه الفرصة لأنه يعتذر يا أخي.
طيب. يعني قبول المعذرة من حسن الشيم يا أستاذ عامر. يعطيك العافية لو إبراهيم عسيري، وشكرا لتلبية الدعوة. ألف شكر لك. الله يحفظك. يعطيك العافية. كما أنا عضو شرف نادي الاتحاد لو إبراهيم عسيري. أخيرا مع الختام، عنتر يحيى اللي كان لاعب في نادي النصر يقول كنت تعيس في نادي النصر السعودي مع هذا التقرير، وإن شاء الله أكون معكم يوم الجمعة في برنامج غرفة 11. تصبحون على خير. التقرير الرياضي. وصف اللاعب الدولي الجزائري السابق عنتر يحيى الفترة التي قضاها في نادي النصر السعودي بالتعيسة، مبررا ذلك بحالة عدم الاستقرار التي كانت تعيشها إدارة النادي في ذلك الوقت. كما اعتبر القائد السابق لمنتخب الجزائر أن الدوري التونسي الذي يلعب له حاليا أفضل مستوى من نظيره السعودي. وقال عنتر في حوار لموقع فوت أفريكا الفرنسي: لا أريد انتقاد مسؤولي فريقي السابق، ولكن السعودية تعد بمثابة أقصر فترة في مشواري الاحترافي، لقد كنت تعيسا هناك. وكان عنتر يحيى قد انضم لنادي النصر في أغسطس 2011 وتعاقد معه لمدة سنتين قبل أن يتم فسخ العقد بالتراضي في منتصف يناير 2012. واستبعد يحيى أن يعيش في تونس التعاسة نفسها التي عانى منها وهو في النصر، قائلا: الوضع مختلف هنا، الترجي نادي مهيكل بشكل جيد. التقرير الرياضي.